السلام عليكم. سد القصب في ولاية المسيلة يشهد تراجعا كبيرا في الآونة الأخيرة بسبب قلة الأمطار وكذلك الأوحال المتواجدة فيه، لأن كل عمليات التنظيف السابقة تقريبا باءت بالفشل ولم يتم تنظيفه جيدا. فهناك زيارة لوزير الموارد المائية مع والي ولاية المسيلة لهذا السد، قاموا بزيارة إليه لعل وعسى أن يكون هناك بعث مشروع جديد لتنظيف سد القصب بولاية المسيلة، لأن حسب ما يتم تداوله في المسيلة أن السد ممتلئ بالأوحال بشكل كبير جدا، فامتلاؤه بالمياه لن يستمر طويلا لأن جزء كبير منه مملوء بالأوحال، فلذا وجب تنظيف سد القصب من جديد.